السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بسكوت العيد، ولو اول مرة تشوفوني اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة. معانا كيلو دقيق، 400 جرام سكر، 600 جرام زبدة، كوباية لبن، 4 بيضات بحرارة الغرفة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، عندنا الفانيليا، رشة ملح، نشادر. اول حاجة هنحط الزبدة، لازم تكون ساقعة. بعدين السكر، هنبتدي نشغل على اول سرعة عشان السكر ما يطيرش بره. بعد ما ضربناها كويس، بص شكلها بقى كريمي ازاي. هنبتدي نحط البيضة ونضرب واحدة واحدة. حطينا البيضة التانية، هنضيف المعلقة الكبيرة البيكنج باودر على الدقيق بعد ما نخلته كويس، رشة الملح، وهنقلبهم مع بعض. هنضيف نص كمية الدقيق ونضرب شوية وبعدين نكمل الباقي. هنضيف باقي الدقيق. هنحط النشادر على كوباية اللبن ونقلبهم كويس. هنبتدي نضيف النشادر واللبن شوية شوية لحد ما كله يتجانس مع بعض. وده شكلها بعد ما ضربناها، ده شكلها النهائي. هنبتدي نجيب الكيس وندخلها في الكيس ونعملها. هنحط العجينة في الكيس عشان الهواء ما يخشش فيها. هنبتدي نعملها بأشكال متساوية. ده شكله بعد ما خلصناه. هندخله الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 160. وده شكل البسكوت بعد ما خلص. لو عجبكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة.